خلود انت تدري عمتي فاطمه ايش فيها؟ شنو اقول لك؟ عمتي فاطمه زي الوخر من قدامي لا بالتليفون على راسك. لا اول شيء بس رد علي رد علي. قولي عمتي فاطمه ايش فيها؟ شنو ايش فيها؟ خلود انت ما تسمع، ما قاعد تحس بشيء، مو عايش بالدنيا. بلا قاعد اسمع، قاعد احس بالدنيا، بلا هالدراما هذه. اوكي اي شيء انا مالي شغل فيه ما عندي دخل فيه، وانت اختي لازم تكوني رزينه. تعالي قربي، اي شيء مو شغلك لا تتوقفين فيه. بس خلود امي وابوي وعمتي فاطمه راحوا بيت عمتي فاطمه عشان يبون هدومها. اوكي سو شنو سو؟ اقول لك عمتي فاطمه راح تتطلق. اقول لك عمتي فاطمه راح تتطلق. شي از نوت بيتر، ولا تتوقفين وتين الفيس لا ترن بطراق على راسك. زين 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 اللي قافه هذا اللي فيك. انا تحت. شنو ما قاعد تشوفيني انا ورا سياج؟ طلع اول ما راح تطلعين راح تلقيني بوجهك. ولحظه لا ماكو احد، يلا طلعي. اوكي حبيبتي ناطرتك، باي باي. فيك خطلي ايش صاير؟ احد لاحقك؟ ساعه ما ضل. خلنا نروح نلعب العابك. هذا ولدك ترى لا كبر بيصير مقاول. ليش؟ والله شوف العابك كلها شاحنات وحفارات، وهذا المشط مال زرع. انا ترى لما كنت صغير العابي كانت كلها طيارات حربيه، طيارات مدنيه. فكرت قلت لا كبرت ها اصير طيار، بس ما ضبطت. ليش ما صرت طيار حربي؟ ماكو بعد تدرين الحظ، طلعت على الوالد النظر ضعيف. حاجيك في شدة سينما؟ اي يلا يلا. شنو اي يلا؟ وولدك من بتخلينا عنده؟ يا بابا خليه عندكم. لا تقبريني، عندي موعد في الصالون، بدي ساوي مناكير وبديكير. خلي ابنك عندك. العموم عقب باكر ابو بدر يرجع من السفر، شاوري ويصير خير. خلاص سالم انت ردني البيت بدري. يلا عيل عن اذنكم. تعال 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 تبي تليفون؟ تعال تعال خل خل تعال. يا الله انا عيست وانا اواسي، تعبت انهد حيلي. مريوب ترى انت جايبه الهم حق روحك مو الهم جايلك. ماني قادره يا ساره، مو بديني مو بديني. يصيري قويه علميني شلون. بنات شنو مقعدكم هني من وراي؟ وبعد لحظه ليش ما يطول جمعيه؟ ما يريها ولي سلمش تعالي قعدي بس بعدين نسولف لك. يا رب ايش اللي صاير؟ قعدي يلا بقعد. هذه انا قعدت. احس راسي بينفجر. معقوله لو اجتماع مجلس الامه كان خلاص؟ شو السالفه؟ ادحيل الله يقطع بليسه ذبحني. الله يعينك، أنا حاسة فيك عاد. يلا 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 اللي خلق حتى تحت كذا. تخيلي مريوم الحين بس تقول يا أرض انشقي وبلعيني، هالنسرة مو بخليتها في حالها، وفوق كل اللي قاعدة تسوي فيها والبهدلة اللي قاعدة تبهدلها قاعدة تعايرها في موضوع اليهال. يعني هذا شيء في إيد رب العالمين مو في إيدها. استغفر الله ربي. صح كلامك سارة. عندي سؤال محيرني. شنو؟ ليش ما تكونين محامية؟ صح؟ إيه لايق عليها وايد تقرق. أنا إذا صرت محامية راح أبدع. أكيد. لا 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 وايد وايد قرقر.
لطوفي تقبرني. شو خطر عبالي هيك اعمل لك شيء صحن حلو. تعرف كيف عملته؟ كيف؟ قال شو حضرت العجينة وحطيتها بإيدي وقعت لف 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 هيك، بعدين رشيت دقيق على الطاولة وحطيت العجينة وقعت افردها بالخشبة، بعدين جبت الكباية وقعت اعملها هيك دواير 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 دواير، بعدين جبت الحشوة جوز وسنوبر ولوز وسكر وفستق وهيك حطيته في العجينة وقعت ابرمها 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 ابرمها، بعدين جبت الصينية وعشان ما تنزق الحلويات رحت حطيت عليهم سمنة ودقيق، وبعدين رصيتهم رصيتهم هيك وحميت الفرن وحطيتهم بالفرن، لما استووا وخلصوا طلعتهم خليتهم برا مشان يبردوا، بعدين حطيت عليهم سكر بودرة ناعمة وحطيتهم بالتلاجة. تقبرني وقت ما بدك تاكل افتح التلاجة وخذ اللي بدك اياه. ايه اسلموا لي هالديات. يعني خلاص فهمت الطريقة؟ فهمتها. ايه خلاص بكرة دورك انت. عمتي فاطمة، عمتي. هلا زينب. عمتي خلاص لا تضايقين، اللي بيصير خلي يصير عادي. الله كريم، بس عبد الله أنا عارفة المواضيع معاه ما تعدي على خير. زين خلاص لا تحاتين، على قولتك الله كريم. عدل انا اقول عمتي ليش حزينه بعد اللي جاب هذي؟ اكيد بيكون زعلان. من مزعلك بس قولي. وليش ما تطلع انت يا خالد؟ ها انا شكو؟ انت شكو الحين؟ انا قاعده تحت مسكينه هي اللي مجابلتني زيون، وانت بحجرتك فوق ما تقول عندي عمه ضايق خلقها. خلي يعني اغني لها شويه اطلعها من مود الكابه. اي عدل انت داش على طمع كذي. يبا حاضر شنو تبي؟ لا عيوني لك. ابي اي شيء بس مو حزين. حاضر. وخلنا عن الحزين. يلا. وخلنا عن همبرجتي بعد. يلا. يلا. نقول أنا الشاكي أنا الباكي أنا الحساس وأنا اللي. لحظة. أنتي شكو؟ جلست معك. يلا. أنا الشاكي أنا الباكي أنا الحساس وأنا اللي بالمحبة خضع عن راسي. تمام؟ ولا غير المحبة لا ما أدري شنو. ده ملقوفة حتى بالأغاني خلاص. الطبلين إيه تغني لا. صح. الطبلين إيه تغني لا زينة بليز. ما أدري إيش عندهم بهالجمعية هالحريم. أقصيدي إذا مو سوالف وقرقر قرقر قرقر. الحين تلقاهم ساعة ونص يتناقشون من وين يبون كيك حق الاجتماع. الحين ما بدوا. هلا والله. مساء الورد والياسمين والجوري والقرنفل. هلا مساء النور. شلونك؟ الحمد لله زينة. أنا صقر أخو سارة ذكرتيني؟ إيه ذكرتك. يا بختي يا بختي والله لحين ذاكرتني ما شاء الله عليك. إيه الحمد لله ذاكرتي قوية، بس اذكر الله أخاف تحسدني. لا تخافين عيني باردة لا تحاتين. إيش عندك هني؟ تبي سارة؟ لا لا الله يسلمك، أنا كنت مار هني مكتب صديق وبالصدفة كنت بركب سيارتي ويعني شفتش طلعتي من هني قلت فرصة يسلم عليك. الله يسلمك، تفضل حياك عندنا. لا خليها مرة الجاية بس يعني ولا على كمر، أنا بس أبي منك طلب صغير وأتمنى ما ترديني. أنا ما أبي حد يدري أن عنيتني خاصة أختي سارة. إيه بس ليش؟ شو أقول لك يعني هي أسباب خاصة وأتمنى أنك ما تحرجيني وتقولي لي شنو هي. أفا عليك، هذه خصوصياتك ونحترمها. كفو عليك ما شاء الله جمال وأخلاق وذوق، يعني أنا ما أدري شو أقول بس يعني بس عندي طلب صغير يعني قبل لا تمشي. آمر. ممكن أخذ رقم موبايلك؟ مو عشان شيء بس أحياناً يعني إذا احتجت استشارة قانونية ولا شيء أتصل فيك أنت أحسن، على قولتهم الأقربون أولى بالمعروف. يلا زين سجل الرقم. شكرا. كم؟ 99.
طلقك وقطك بالشارع ما كون علي ولد ناصر. مساء الخير. خير اختي، عسى ما شر، في مشكله شيء؟ لا مشكور اخوي، بس متوهقه شوي، ولا اقول لك خلاص ماكو شيء. ايش فيك؟ ايش فيك متخسبقه؟ سيارتك هذه؟ مسكرين عليك، انا ادري. ناس ياخذون ليسن بالواسطه، بس ما عليك، اعطيني سويتش انا ضبطك، ولا يهمك. هذه ها؟ ايه. يا الله. لا سهاله سهاله، لا تحاتي. بسم الله. سكر الباب، سكر الباب. حاضرين للطيبين، تفضلي. مشكور اخوي، تعبتك معي. تحت امرك، عفا عليك، حياك الله. ما سوينا الا الواجب. دير بالك بالطريق ها؟ ألو؟ هلا. إي معك سارة. من معي؟ أهلين أستاذ محمد، شخبارك؟ بداية وقبل لا تقول أي شيء، خليني أقول لك مشكور وايد على اللي سويته لي يا بدبي، وايد مبسوطة علشان التكريم. بالعكس، أنا ما سويت شيء أساساً، أنتوا اللي ما قصرتوا وياي. لا 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 لا، أكيد ما راح تكون آخر مرة، إن شاء الله الجايات بعد، أي معرض ثاني راح أشارك فيه. آه والله؟ متى هالحكي؟ إذا كذي يعني الكويت راح تنور، والإيطالي همن راح ينور. لا بالعكس، هذا شيء أساساً راح يفيدني وايد وراح يخدمني، وثانك يو همن مرة ثانية إنك فكرت فيني بالبرنامج.
يا هلا ويا مرحبا، حي هالصوت والله. هلا بالغالية، هلا بشيخة البنات كلهم. الله الله الله، لحظة لحظة لحظة، ايش فيك؟ لا لا حرام عليك، لا 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 صدقيني هالكلام هذا انا ما اقوله حق اي احد، اقوله لك انتي بس، لان انتي مميزة عن كل بنات الدنيا هذه كلها بالنسبة لي. ايش فيك؟ وي لا وراسك الغالي ما اكذب. لا سمعيني سمعيني بقول لك شغله. سمعي انت الحين تقدرين تسافرين بروحك ولا لا؟ صقر. لا لا لحظه شوي حبيبتي لحظه، ايش فيك؟ ايش فيك؟ صقر صقر ايش تبي؟ ابوي يبيك. اي لحظه الحين بي، ثاني مره ما تدش علي تدش علي نفس الاوادم، مو صقر صقر كأنك خبل. يا ابوي يبيك انا شكو. اي خلاص روح قول الحين. يلا الحين تعال. ويهك. هلا حياتي. لا لا عمري انا واقف بالحديقه وطلع بوجهي قط مره واحده اخترعت. ايش كنا نقول؟ تقدرين تسافرين بروحك؟ شوف اللي مثل عبد الله دائما يغطون لحظات ضعفهم وفشلهم وتوترهم واحراجهم، يا اما ان تشوفينا معصب وشابط ولابط، او ان لا ناخذ المساله كول عاديه مهم. ما فهمت. يعني عصب ولا ما عصب بالطقاق اللي طقه، انت مو مجبوره كاملين معقده النفسيه وامراضه، خليه يولي. ايش حقه متكدره الحين؟ اهم قرار مصيري قدرتي تاخذينه اللي هو موضوع الطلاق. على فكره اللي عندها اخو مثل يوسف ما تشيل هم، ولا انت متحسفه؟ لا مو متحسفه، بالعكس اصلا نفسيتي وايد تعدلت، صارت أحسن من قبل. الحمد لله. لا تحاتين حبيبتي، الأبي منك الحين أنك ترجعين لدراستك لكليتك، أوكي؟ ترجعين فطوم المتفوق اللي عرفها، وتشيلين وقف القيد وتأجيل هالسوالف هذه، أوكي؟ إن شاء الله. أدري أدري أسمعك، أنا أسمعك. وهو ياه ياه ياه، لكن جيته وروحته على هبلني. يا يا أسمعني أسمعني، وهو ياه وشغلها قدامي وطلعت ماي، لكن ما عقب ما راح كانت ما تشتغل، حطينا فيها هدوم حاولنا بغينا ما اشتغلت، تقول حالف أنها ما تشتغل. شوف 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 باتر الصبح تيني، يا اخوي ايه تيني باتر الصبح، تعالي اكيد انا وراي 100 شغله ماني فاضي لكم، لا تاخر علي معود، ترى انا وراي 100 شغله والحد جيب روحه بالبيت. مشكور يلا فما الله فما الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا الله اشو جيت وقعدت برا ما شفناك، بغيتك تحاكي شركه الغساله. حاجيتهم؟ يا حاجيتهم. زين سويت؟ تعشيت يمه؟ لا يمه ما تعشيت. ولا تدرين شلون؟ ما ابي عشاء، احس اني شبعان. سويره وينها؟ دارها؟ لا طلعت من المشقل وراحت اجتماع الجمعيه. ايش جمعيه يمه هالعزه؟ الساعه 10 بالليل، شنو جمعيه ما جمعيه الله يطول بعمرك. وش فيها؟ ما دامنا مأمنين عليها وينها فيه؟ كيفها؟ ما عليها الا العافيه، خلي تسوي اللي تبي. والله انها من اشتغلت بهالجمعيه انا قلبي منفتح لها والشغلها اكثر من الاول. شو الخرابيط يمه؟ شو الحكي؟ شو يقولون عنا الايران؟ لا شافوها رده فوق العشر بالليل، يبا عيب البنيه مطلقه. ويه يا صقر هذاك اول مو الحين،
الحين البنت حالة حال الريال تشيل البيت، ما يصير الحين احنا نحاسبها على الطلعة والدشة. كالحين كاتوها مفيد داقة علي تبينا نروح زوارة عند أم مشاري، شنو يعني عشر؟ موايد متأخر. داقة عليك الحزب بتروحي لها ها؟ والله ما أدري أنا أمسك الأم، ما أدري أمسك البنت، بتجننوني بتجننوني. مساء الخير، شلونك ريهام؟ ان شاء الله تمام. الف الحمد لله. سامحيني يمكن لاقى عليك بوقت متاخر شويه، عسى مو نايمه بس. بالجمعيه للحين؟ يلا عساكم على القوه. على طاري الجمعيه انا بغيت اسالك، اختصار للحين ما ردت البيت، امي وابوي قاعد يحاتون يدقون عليها، جهازها مغلق، ما ادري هي عندكم ولا لا. توها طلعت ها؟ يلا خير خير ان شاء الله، تسلمين. مشكورة ما قصرتي. مع السلامة. أنا عارفة إني مثقلة عليكم وماخذة من وقتكم وشغلتكم معي، بس يا نادية هذا مو معناته تهدون أشغالكم وتقعدون تجابلوني. على فكرة اليوم سبت أوريدي ما في دوامات، بعدين من قال هادين أشغالنا؟ أشغالنا في المكتب، أنا مو متعودة أجيب شغل المكتب البيت. البيت للراحة والحب والنمو فقط. النمو؟ جسم الإنسان محتاج يكبر، صح؟ أوكي. جسم الإنسان وأعضائه محتاجة تنمو وتكبر كل يوم، والعقل والروح محتاجة تنمو وتزدهر، بس للأسف إحنا مو شايفين هالشيء. تفكيرنا كله يصب بخانة واحدة، الأكل والشرب فقط. إيه صح نادية، تذكرين الكتاب اللي عطيتيني إياه؟ إيه، أنا آكل لأعيش ولست أعيش لآكل. على فكرة اقري الكتاب وايد حلو بصراحة، شوقتيني اقري الكتاب. القطيعة واقف عند الباب تقول ناطور، عشان يخز حد بيب أجلي غيرك. يا عدت الباب اخترع منك وعلك. كان ما رديتي بعد، كان نمتي برا البيت. أنا كم مرة قايل لك ردت البيت متأخر، هذه ما أحبها. ويش الله حاد لك تطلع بالليل عاد، اطلع الصبح وايد احسن. ولا تدري بالليل الجو ابرد ما فيها شيء. قاعد تفلسفين ها؟ قاعد تفلسفين على راسي. استحلي وجهك، انت ما عندك اهل؟ عندي اهل، واهلي ناطريني داخل ويدرون انا ويني فيه. انت ليش مو راضي تفهمين انك بنيه مطلقه؟ تدرين عشان مطلقه؟ 60 مره قلت لك فهمني شنو يعني مطلقه، انت ما فهمتني، انا شنو اسوي لك؟ زين كذي ولدك شرشحني برا عند الباب، ولا يقدر يقول هذه البنيه من الصبح واقفه على ريلها قاعده تشتغل؟ يا يما انتو شباب، عسى الله يوفقك ويرزقك. ها شنو يرزقك يما؟ بلشنا بالغلط، تبين نزعل من بعض؟ هو يعني ما تبين ولد الحلال؟ ليش؟ هو اكو عيال حرام يا يما؟ اساسا كل اثنين متزوجين يابا وعيال عيال حلال. ولد حلال يعني ولد ناس، ولد اياويد. تصدقين يا يما؟ حرام إذا طلع ريال مو زين تصير عائلته كلها مو زينة. هذا حكي ينقال؟ مو هذا الحكي اللي ينقال، صار سلوكيات، صار قواعد الناس قاعدة تمشي عليها في حياتها.
والله يزينهم الأوليين. زين، أنا بسألك سؤال يا يمه، ماكو عوايل زينة واسمهم يهزهز وطلع منهم واحد عوي؟ والله يا يمه كل عواد ولهم سلكهم. زين، وبسألك سؤال ثاني، ماكو عوايل مو زينة من مشاكلهم وأذيتهم ويطلع منهم واحد صالح وماشي سيده؟ هم يصير، زرع الميانين يطلع رب العالمين. زين، اللي بوصل لك اياه والنتيجة، ماكو شيء اسمه ولد حلال ولا ولد حرام. تصبحين على خير. الله يهديك يا يمه. دانا ماما، يلا حبيبتي سكري الايباد ونامي. يلا ماماتي. يلا ماما. دندون لا تحقرين، يلا سكري الايباد ونامي. دانا اكلم منو انا؟ يلا هذا الايباد ونشعل النت. نامي شنو؟ يعني منتي نايمه صح؟ منتي نايمه صح؟ ها؟ يلا انا بعد خاص تعبت من الدراسه. انام بروحي يعني؟ انام بروحي؟ يما بنتي يما البنات الحلوين. لحظه خلنا نعدل المخده وننام. يلا ماما. أنا أقول لك قصة ولا أنت تقولي لي قصة؟ لا أنت. كل مرة أنا أقول قولي لي قصة ليلى وذيب. خلاص عيل نامي. يا أخي أنت ليش متضايق الله هداك؟ شبي من العالم، خلي يسوون جمعية حقوق المرأة، حقوق الإنسان، حقوق الحيوان. شنو يبغى؟ لا يبغى أبو عدول، شو الحكي الله يهداك؟ شلون تخلي حريم يسوون جمعية ما جمعية؟ الحريم عقلهم ها هالكبر هالكبير بكلمتين اقدع واحدة فيه وبتقص عليها. اسألني انا اللي مو انا مقهور من شيء واحد، امي مرة مصلية مسمية ما لها بهالسوالف، تغيرت فجأة الجمعية والجمعية ما لها طاري الا الجمعية. انا شفت امي راحت صوب الجمعية قلت لا بالله قربت الساعة. الله الحين الساعة واقفة على امك يا اخي، خلي العالم بروحه، واذا مو عاجبك الوضع يا اخي اطلع شقه بروحك. يا سلام، وخلي بيتنا كذي من غير ريال. الله ابوك موجود الله يحفظه، كهو اللي شال البيت. يعني انت بتقنعني صقر ان انت قام باجوات بيتكم؟ يبا خلي ابوي ريال شايب كبر لا يهش ولا ينش، حتى اختي مو قادر خلي ساكت يبا ماني متكلم انا. الو هل عبد وينك فيه؟ ناطرينك انا ابو عدول. يقول عند المطعم تبي يجيب لك شيء؟ قل له خليه يجيب لي وياه حلوم وشورور. يمه سلم قلبك، متاكل حلوم ابو عدول؟ اقول يجيب حق ابو عدول واحد حلوم وواحد شنو قلت لي؟ شورور. لعيب انا ما اكل هالسوالف. انا يجيب لي صمونه لسانات ويجيب لي اثنين مخ ويجيب لي كباب وبطاطا مدور، حط لي عليهم شطه. ذيب عافية معدة تشيل هالأكل هذا، كل هذا بتاكله بروحك؟ يلا تعال بسرعة لا تتأخر. انظلني بعد، انظلني كلها صمونتين باكلهم، تحسدني عليهم؟ ألاقيها منك ولا من الجمعية؟ ولا يا هالجمعية، ردينا عليها مرة ثانية، يا أخي قلت لك خلي العالم بروحه، ايش يبي من عندهم يا أخي؟ مع إني أنا مبطوطة كبدي من الجمعية ومالي خلقها. بس يا أن عندهم وحدة في الجمعية، وي 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 وي، تقط الطير من السماء. ان شاء الله ضبطتها. ما زالت المباحثات جاريه. اي انت واحد اخر اركد شوي، خليك من سهام ورهام ومرام، اركد شوي عشان ضبطها. عشان نستفيد من وراك احنا بعد. اي قول كذي، ما تقول كذي لله ويهك. عشفت كنا ماكو احد. اقول يوسف، البنات ليش ما يتحدون برايك؟ أو يقضون على الظلم واضطهاد المرأة. تعرفين شنو عيبك؟ عيبي؟ أشوف بدينا نطلع عيوب. شنو عيبي يا يوسف؟ عيبك
تعتقدين ان كل هالبنات الصغار بنفس تفكيرك؟ تدري شنو ودي اسوي؟ شنو؟ ودي اجمع البنات كلهم. انا هم تنويم مغناطيسي. مثل ما يقولون اسوي لهم غسيل مخ. اخليهم يتمردون على الظلم او يقضون عليه. تصير كل وحده لها شخصيه مستقله غير عن الثانيه. ايش رايك؟ شوي حيلك الطريقه هذه اللي قاعدين تشيشين فيها البنات نصهم بيتطلقون. مو شرط يتطلقون. هذا معناته ان الرجال كلهم ظلام وهالشيء مو صحيح. الحمد لله انك اعترفتي. اكيد بعترف. مو كل الرعيل ظلام يا يوسف، انت واحد منهم. شكرا. أقول حبيت أقول لك على موضوع بس مش عارفة إذا كان صحيح ولا لأ. واحدة صاحبتي بتقول إن أم وليد بتدور لوليد على عروسة. شو هذا يا نت؟ تعتقدي وليد يعرف؟ لا ما أعتقد وليد يدري، وحتى إذا يدري مستحيل بيقول لي، هو وايد يخاف من أمه. طب لو الكلام صحيح هتعملي إيه؟ ما يبي لها تفكير، أكيد بطلق. صباح الخير. صباح الورد والعسل. يلا حبيبتي يلا. يلا تنزلي تريقين، ويانا اليوم جايب لك خوش شباتي. صدقك؟ شباتي عاد مرة واحدة؟ تبي تخرب الدايت؟ عدالة على الدايت يعني. يلا. دق على منو اليوم؟ ريهام مو الحين، ليلى، سلمى، لا ريهام أحسن ريهام. لا ما أدري بس أدري أن أمي وأبوي متهاوشين، وعشان كذي أمي قاعدة هني لأن أمي ما تبي أبوي، والكل على بالهم إني ياهل وما أفهم شيء. لا مو ياهل، تفهمين أحسن من الكبار اللي على بالهم إن أنت ياهل، بس أحياناً يفضل إن الصغار ما يشوفون كل شيء قدامهم، عشان لا يفهمون غلط ولا يقعدون يذكرون شيء مو زين طول عمرهم. أنت من اللي قالت هالكلام؟ أنا أمي وأبوي كله يسولفون معانا كل شيء، ماكو شيء اسمه ممنوع وعيب وهالخرابيط. أنا أبوي كل شيء عنده عيب، أضحك عيب، ألبس عيب، حتى إذا بروح ترفيه ويا رفيجاتي هم عيب. لا بالعكس، أنا أمي وأبوي دايما يقول لنا أي شيء نسمعه برا نقول لهم شنو هو، عشان إذا إحنا فهمنا غلط يفهمون لنا إياه. ايش في ولدك الحين نايم؟ امس ما قدر ينام، كل شوي تفزز. تفزز طول الليل؟ وانت وينك عنه؟ انا موجوده عنده، يعني وين بكون؟ ودام انت عنده ايش في تفزز؟ عسى ما شر. انت يمكن حلمان، خايف شيء. حلمان؟ ياهل بالسن هذا تقولي لي حلمان؟
عائشة، أكو واحد دش بيتي وأنا مسافر؟ ما تتكلمين؟ أنا قاعد أحاكيك، ما أعيد السؤال. أكو واحد دش بيتي وأنا مسافر؟ لا ما حد، بس ولدك علي. ولدي علي؟ وعلي شيبة دارك؟ وليش تطق عليك الباب؟ ما تتكلمين؟ ترى ما رد السؤال مرة ثانية تحكي أحسن لك. بقول لك والله الله يخليك، بس أنا مالي شغل يعني، هو يمكن أكيد أنا ما شاف أحد وقعد يطق الباب عشان يتأكد إذا في أحد ولا لا. يعني إذا سألته بيقول نفس الكلام؟ ما أدري. يدري ينقش وجهك؟ بتكذبين بعد؟ أو شو؟ أنا ناصر أدفنك حية، أحفر قبرك هني في البيت، فهمتي؟ لا تكذبين وتكلمي، تكلمي وقول الصج أحسن لك، لا أطلع عينك. أخاف أقول لك وما تصدق. لا قولي، أصدق، بس ها، مو تطلع كذبة من هالكذبات اللي قاعدة تصفصفينها، قولي. أقول لك الله يخليك، راح أقول لك الصج بس صدقني. تفضلي قولي.